بعد قرار تأميم السيد رئيس جمال عبد الناصر في يوليو 56، كان بعدها حوالي 6 أسابيع، كان في حوالي 205 مرشد موجودين من جنسيات مختلفة، من ضمنهم مصريين. جم هم حاولوا يضغطوا على الإرادة السياسية في ذلك الوقت إن هم يرجعوا في قرار التأميم. فقال لك أقوى حاجة في مصر كانت شغالة قناة السويس، فحوالي 155 مرشد انسحبوا، واتبقى مجموعة من المرشدين المصريين بجانب المرشدين اليونانيين اللي رفضوا لهذا الموضوع. فطبعا كان تحدي قوي جدا للمرشدين ازاي يقدروا القناة متقفش. فالقناة فضلت ماشية، وفي نفس الوقت تم الاستعانة بضباط القوات البحرية اللي عندهم خبرة يقدروا يرشدوا السفن دي. وكان في الوقت دوت كان المرشد بياخد المركب من بورسعيد للسويس ويرجع من السويس لبورسعيد. فمن يومها ده كان تحدي، وده لعيد المرشد. طبعا لسه في اخر احتفال من الشهر يوم 14/9، فريق اسامه كرم عدد من الساده الزملاء المرشدين، زائد عدد المرشدين كبراء المرشدين المحلين للتقاعد، وهو بنفسه عمل احتفاليه في المارينا الجديده يوم 14/9 وكرم كل الناس ديت. وده تقليد بيحصل كل سنه تحت اشراف السيد رئيس الهيئه. أكتر حاجة ممكن تكون صعوبة بتواجه المرشد من وجهة نظر حضرتك، رغم كل توافر الإمكانيات المتاحة وبتكون مسخرة ليه تمام؟ هو حضرتك، هو إحنا عندنا، أقول لحضرتك حاجة، إحنا عندنا أولا هنا هو قناة السويس ما بتقفش، زي ما بيقولوا جو سيء، شبورة، أي حاجة، إحنا قناة السويس شغالة لأن هو مجرى بيخدم الملاحة الدولية بالكامل وبيخدم جمهورية مصر العربية. يعني حضرتك عندنا مرشدين الغطس في بورسعيد والسويس بتبقى ارتفاع الموج عالي جدا والريح شديد جدا، بيطلعوا يجيبوا المراكب من بره يخشوا القناه. مرشدين القناه في ساند ستورم ساعات الرؤيه بتوصل لغايه 50 متر، يعني حضرتك ما تقدرش تشوفي 50 متر، 50 متر ده ما تقدرش تشوفي. نشتغل لما ينزل فوق ما بتشوفيش، ساعات بيبقى جوه البريدج اللي هو غرفه القياده، ساعات مش شايفه بروت المركب، مقدمه المركب ساعات مش شايفاها، بتشتغل على الرادار. المراكب الكبيره غطس، المراكب اللي هي 22 متر غطس السفينه، بتبقى المراكب دي حاكمه، المركب المرشدين بيمشوا ما بيقفوش، مفيش حاجه اسمها ان احنا مش هنشتغل، مفيش حاجه احنا شغالين. اشتغل في اصعب الظروف واحلك اصعب الحالات، وايام يعني حضرتك يظل حضرتك يعني في 2011 ايام الثوره القناه شغاله ما وقفتش. في اقول لحضرتك في ساند ستورم اللي بيبقى هنا عاصفه رمليه ما تقدرش تشوفي اي حاجه قدامك، المرشدين ما بتشتغل، بتمشي بتوصل المراكب بسلام. دي خبره عاليه جدا توارثتها الاجيال من المرشدين اللي وصلت لنا، اللي وصلت للاحدث مننا اللي جايين بعدينا. الكلام ده ازاي ان احنا نمحي في قناه السويس بدون توقف وبدون تاثير على الملاحه؟ طبعا اخد من حضرتك يعني امنيه او حلم بتامله او بتحلمه سواء في الهيئه او لميناء اسماعيليه. يجعلها مصر امنه.